السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا حبايب قلبي يارب رب تكونوا بخير وفي احسن حال النهارده بقى عندنا شويه اكل كده هنخش في التفاصيل بتاعتهم على طول البوله زي ما انتم شايفين فيها معلقتين من الزبادي او ثلاثه على معلقتين زيت زيتون على فصين ثوم على عصير ليمونتين على ملح وفلفل تمام عندي ده نص كيلو من الصدور مقطعه مكعبات تمام وهتبلها بال زي ما احنا قلنا الزبادي والفلفل الاسود والثوم والليمون وفلفل وملح وهنركنها على جنب هنخش بقى ايه في التفاصيل طب ده ايه فتت بتنجان او فتت زبادي ما عنديش بتنجان رومي فجبت الب... لقيت البتنجان ده بس فقطعته كده حلقات زي ما بنشوف كده وعشان نقلل موضوع الزيت ما يبقاش فيه زيت كتير في الاكل وكده هنقطعه كده ونرش عليه رشه ملح ورشه زيت زيتون ونحطه في حله التهويه اللي هي فيليبس تمام كده عشان نخلص من فتت الزبادي نلم حاجتها كلها في مره واحده دي عزومه بس يعني عزومه بسيطه مش عزومه كبيره قوي يعني لكن قلت اصورها لكم بمناسبه ان احنا في رمضان اصورها لكم آه المهم ده طبعا العيش اللبناني بنقطعه مكعبات كده صغيره وبعدين بنحطه في صاج او في صينيه في الفرن ونقط أط... ونحط عليه رشه فلفل ورشه ملح ومعلقه زيت زيتون عشان يبقى مقرمش كده وده هنستخدمه طبعا في الفته بتاعتنا وطبعا هنعمل اكيد رز ابيض عادي بمعلقه زبده تمام هنا حطيت العيش بتاعي في الصينيه ديت وهرش عليه زي ما قلت لحضراتكم رشه ملح ورشه فلفل ومعلقه زيت تمام طيب عندي لحمه معصجاها وهعمل شويه جلاش وطبعا كالعاده انا اعمل الجلاش صوابع طبعا ممكن تعملوه بالبسطرمه والخضار والجبنه والكلام ده ممكن تعملوه بفراخ زي الشاورما تبقوا عاملين فراخ صغيره صدور فراخ مسويينها وتحشوها بيه مع بعض الخضار ممكن تعملوه باي طريقه تحبوه اي طريقه تحب يعني اي حشوه تحبوها لكن انا عندي ما بيحبوش بالكلام ده كله فطبعا الجلاش بتعمل باي طريقه احنا عايزينها طيب هنا انا هعمله بايه معايا شويه كريمه كريمه طهي ومع معلقتين زيت و بعمله رول رول الجلاش تمام ورقه ورقه كده باخدها واعمل نفس الكلام دا ممكن ما نستعملش كريمه خالص ممكن شوية لبن ممكن ولا لبن ولا كريمة ولا الجو ده خالص ممكن نجيب شوية مرقة مرقة لحمة عليها معلقتين زبدة ونعمل تبقى هو دي الطبقة اللي احنا بنطري بيها الجلاش بتاعنا فطبعا اللي يعجبكو اعملوا بيه اللي يريحكو تمام طبعا حطينا ليه معلقتين زيت على الكريمة عشان الزيت يخلي الجلاش يقرمش ويبقى مقرمش والكريمة بتخليه طاري جدا وجميل من جوه واللي بيجي ياكل بياخد واحدة كده بياكلها ما بيقعش منها اللحمة زي الجلاش اللي احنا بنعمله في الصواني وانا بصراحة الطريقة, الطريقة دي بحس انها سهلة و يعني انا ببقى مبسوطة بيها بصراحة النتيجة بتاعتها بتبقى حلوة وموضوع سهل وبسيط يعني ممكن في في الوصفة ما نستعملش اي نوع من الالبان خالص ممكن زي ما قلت مرقة ومعلقة زبدة ونعمل الجو ده تمام وما بياخدش سوا ما بياخدش وقت خالص في الفرن يا بيحمر من تحت بقول عليه الشوايه وخلص الكلام وهنا معلقه لحمه مفرومه طبعا مع سكتش اللحمه معاك والموضوع تعصيج اللحمه ده موضوع سهل يعني انا بعصج اللحمه بتاعتي برشه بنص معلقه فلفل اسود ورشه جوز الطيب وملح وفلفل وممكن شويه بهارات لحمه بس مش اكتر من كده طبعا اللي عايز يحط على اللحمه فلفل الوان يبشر جزريه ويحطها عليها برضو بتزود القيمه الغذائيه براحتكم يعني طيب خلصنا كده الوصفه بتاعتنا هنخش على ايه هنعمل شويه رز ايه بسمتي إيه هنا معايا بصلايه كبيره حلوه كده مقطقطه هشوحها مش هتتحمر بس هتدبل وكمان معايا فص توم معاها حطيت معلقه زيت زيتون وحطيت معلقه زبده هنا كنت حاطه طماطم هعمل شوربه طماطم فحطيت الطماطم في ميه سخنه وقلت ايه يعني استفيد بالوقت اعمل حاجتين في وقت واحد عشان انجز أنت طبعا عارفين ان انا لوحدي بس اللي بعمل شغلي ف المهم معايا هنا تقريبا 200 جرام من اللحمه المفرومه نزلت على على البصله ديت اللحمه هت شويه ونزلت عليها بنص معلقه من الفلفل ومعلقه بهارات لحمه نص معلقه فلفل ومعلقه بهارات لحمه وربع معلقه قرفه تمام وهنحط وطبعا انا معايا كوبايتين رز بسمتي نقعاهم مدة نص ساعة او ساعة الا ربع كمان هنحط معلقتين ملح مش مليانين صغيرين لكل كوباية رز معلقة ملح مش هرمية معلقة مش مش هرمية المعلقة الصغيرة تمام وطبعا بما ان احنا نقعين الرز في المية فهنستكفي بكل كوباية رز عليها كوباية ونص مية او كوباية وربع مية تمام يا دوبك الميه تغطي الرز ، طبعا هنشوحه شوية كده ، هنا حطيت الطاسة عشان أنجز وحطيت بطاطا ، بطاطا وبصل أحمر ، واحدة بطاطا كبيرة كده قطعتها زي ما انتوا شايفينها وعليها معلقة زيت زيتون ومعلقة زبدة ، ده البصل والبطاطا هيتحمر عشان أعمل بيه أحطه على الطماطم ويبقي شوربة وهنا بقشر الطماطم عشان في الاخر خالص بعد كل ما يستوي مع بعضه اضربها في الخلاط وخلص الموال على كده واحط لها في النهايه شويه الكريمه وشويه ملح وشويه فلفل طب يا نصر البطاطا هتخلي طعم التعم... لا بالعكس البطاطا بتخلي طعم ال... اولا هي ماده ربط بتربط زيها زي البطاطس ممكن بقى تستبدلي بطاطا بالبطاطس ممكن بالشوفان ممكن في النهايه خالص معلقه دقيق كده تشوحيها وتعمليها تدوبيها كده وتحطيها في الشوربه تعملها لها كثافه براحتك براحتك خالص بس انا بحط البطاطا لان البطاطا مفيده وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو تمام هنا خلاص قشرت الطماطم بتاعتي وحطيتها في الحله وادي البطاطا مع البصل الاحمر بحمره وفي نفس الوقت بقلب الرز ما, الرز ما يعني عشان ما وغليت له ميه زي ما انتم شايفين كده وخلاص الرز خلص على كده وكمان الشوربه كمان خلصت على كده تمام هنا هسوي الفراخ بتاعتي بعد ما اتنقعت ساعتين ثلاثه في الزبادي والتوم والليمون دي فراخ الشاورما اللي هي صدور الفراخ اللي انا قطعتها مقطعه مكعبات هنزلها في الطاسه طبعا هي هتشرب الصوص بتاعها ده اللي هو الزبادي بكله هتشربه عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا جدا حتى لو عملنا صدور كده بالطريقة دي حلوة جدا وسهلة وبسيطة ممكن تعملوا فتة الزبادي من غير فراخ عادي بس بما ان عازمين حد يعني قلنا ايه نعمل واجب ونحط هاتتين فراخ هنا بقى دخلنا على الكفتة والكفتة دي هنركز فيها الكفتة عبارة عن انا معايا دول 250 جرام لحمة متعصجة وده نص كيلو لحمة مفرومة ما فيهاش اي حاجة نية الميتين وخمسين جرام لحمة دولت كانوا عليهم بصلتين حلوين كده عسكتهم على النار لكن عسكتهم من غير اي مادة دهنية فيش اي مادة دهنية خالص فيهم يعني البصلاية اتشوحت كده شوية رحت نازلة عليها بال اللحمة مع السجاه تمام هنا دي نص كوباية رز مصري بتاعنا مسلوق حطينا نص كوباية رز مسلوق في مية بتغلي كوبايتين او كوباية ونص مية لما شربتهم وخلاص على كده هنا نزلنا بشويه بقدونس وبيضه والتوابل بتاعتنا معلقه ملح صغيره معلقه بهارات لحمه صغيره المعلقة الصغيره معلقه فلفل اسود بس مش اكتر من كده يعني معلقه بهارات لحمه او السبع بهارات اللي بيقولوا عليها سبع بهارات ورشه جوزه الطيب ومعلقه من الملح اللي هي معلقه مش معلقه صغيره تمام هنا بعجنها لكن انا بعد ما هصبحها معاكم انا رجعت تاني ضربتها في الكبة بس ما المشهد ده او اللقطة دي لان حسيت انها خشنة فبعد ما صبعتها كده لقيتها مش اظرف حاجة فخدتها هلا بلا وهديت اللي انا صبعته وحطيت عليها كمان شوية رز الباقيين تمام وضربتها في محاضرة الطعام تاني عشان تبقى ايه ناعمة تمام ومحتاجتش خلص ادخلها تلاجة ولا اي حاجة بصراحة ما كنتش مقتنعة وانا بصبحها كده بس قلت ايه لا انا ههداها تاني يبقى احنا حطينا زي ما قلنا نص كوباية رز مسلوق على فكرة الرز لما يتسلق يتساب يبرد خالص واللحمة لما تتعصب تتساب تبرد خالص الاتنين يبردوا ونحط التلاتة على بعض في الاخر نجمعهم اللي هي اللحمة المفرومة النية مع التوابل مع البقدونس مع البيضة مع كل الكلام ده ونعجنه مع بعض هنا انا رحت اغسل ايدي عشان افصل التليفون وبوريكم الفراخ اهي لسه على النار ما بتاخدش وقت في ثواني بتستوي وبتاخد بعد كده اللون الاحمر كده الجميل كده من الزبادي وزيت الزيتون عايز اقول لكم الفراخ حلوه جدا انا الشوربه انا عملتها طماطم استوي. شربة الطماطم استوي شوربه الطماطم ضربتها في الخلاط وبوريكم العيش ان انا طلعته من الفرن وحمصته عشان ما اعملش ألف مقطع وانتوا تزهقوا ماشي حبايب قلبي يا كتاكيت قلبي يا فتافيت السكر انتوا طبعا الفراخ زي ما اقول مش هتاخد وقت الليمون والزبادي والثوم وال بيخليها خطيره بصراحه طريه وجميله جدا المهم انا جبت بطين عشان اعملها بقى الكفته بانيه بطين ورشه فلفل ورشه ملح وشويه لبن وجبت البقسماط بتاعي وهنا جبت الكفته بعد ما خدتها اهو شايفين ضربتها في في محاضره الطعام بقت ناعمه خالص اهي وبحط ايدي فيها زيت لان الكفته طبعا بتلزق وبصبحها كده بعملها بيضاويه تمام وهنزلها فين في البيض زي ما انتوا شايفين كده البيض مع اللبن مع رشه الفلفل مع رشه الملح بنعملها بيضاويه سنه لا هي مستديره ولا هي صوابع تمام طبعا الكفته دي هتتقلي اه طبعا هتتقلي يا نصر انت عبيطه ولا يا نصر ما هتتقلي هي كفته بنية هنقليها في زيت وهنقدمها مع الرز اللي احنا عملناه بشوية اللحمة المفرومة على فكرة الرز اللي عملناه باللحمة المفرومة ده ممكن تستبدلوا اللحمة تعمله بشوية خضار تشوحوا خضار ممكن تعملوا رز عادي خالص مش بأي حاجة خالص ممكن ايه تاني ممكن نعمله بالجزر والفلفل الالوان وممكن نعمله بالبسله او الخضار يعني ممكن نعمله بحاجات كتير يعني رحت فين يا نصر رحت فين يا نصر اه نصر رجعت تاني اهي كفايه يا نصر كفايه يا حبيبتي انا تعبت كفايه معلش يا جماعة طولت المقطع شوية او بطول المقاطع شوية عشان الناس بتقولي انت بت يعني ايه طولي بالك شوية عشان نشوف فزي ما قلنا الكفتة ديت هو كيلو الا ربع لحمة ميتين وخمسين جرام خدناهم عصجناهم ببصلتين حلوين من غير اي مادة دهنية جبنا البصل على النار حطيناه رشة ملح دبلناه دبل نزلنا عليه باللحمة عصبناه لما برد خالص استعملناه ونص كوباية الرز غسلناها حطيناها في كوبايتين ميه بتغلي على النار استوت بقت يعني زي المسلوق مهري كده سيبناه لما برد وعملنا كل المكونات دي خلطناها مع بعضها زي ما انتم شفتوا كده البيضه وشويه البقدونس الكفته اهي حبايب قلبي طبعا انا كنت ماسكه التليفون كده ماسكه التليفون بايدي بصور طبعا كان عندنا ناس ما كانش ينفع احط التليفون على الحامل وعيش حياتي بصور لكم بس مقطع التحمير كده كفته جميله جدا وطريقة من جوه وكريسب من بره هتعجبكم فعلا جدا جدا هتعجبكم بجد وممكن تعملوا مثلا الاكله دي مع الرز ومع شوية مع شويه البطاطس مع شويه السلطه مع طبق شوربه تبقى ايه اكله في اليوم تمام ممكن برضه طبق الفتة اللي هو بالفراخ والزبادي والرز والعيش والكلام ده وشويه المكسرات ممكن تبقى وجبه في اليوم مع طبق شوربه مع شويه عصير مع شويه سلطه موضوع سهل وبسيط ادي الاكل اللي انا عملته اهوت ادي الرز وكنت عامله شويه خضار سوتيه ومحمره شويه بطاطس وادي فتت الزبادي بس انا نسيت الحمص كان في مفروض حمص احطه و نسيته اللوز على فكره مش لازم تقشروه حمروه كده بقشره بيبقى طعم جميل وادي شوربه إيه الطماطم وادي سلطه عاديه ودي سلطه بطاطا الخضرة دي ده ورق سبانخ وسلطه سلطه بطاطا بدبس الرمان بالكينوا اكل مغذي وادي الزبادي ما رضتش احطه على ال... لان الناس ما كانوش لسه جم فما الزبادي على ال... الفته